هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدي من الميقات؟ هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدي من الميقات مثل القارن؟ أي نعم، السنة أن يسوقها من الميقات، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن، وإذا ما أمكن وشراه من الطريق خارج الحرم كذلك. أما ما يساق من الحرم يشرى من ميناء أو من، فهذا لا يمنع من حلق الشعر، ما يمنع، إنما الذي يمنع هو الذي يأتي من خارج الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلو أن الحاج شرى هديه من عرفة لا يحلق حتى يذبح هديه، أما لو شراه من ميناء فله أن يحلق قبل أن ينحر هديه. نعم.